السلام عليكم. من معرض ديكورات باشمهندس حسام الدسوقي بالمنصورة، عايزين نتعرف على خامات الجبسون بورد واللي هو الصاج المستخدم في تثبيت الجبسون بورد ذات نفسه، فالباشمهندس معانا يعرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دي اسمها اوميجا، ده بالنسبه للصناعيه او الناس اللي عايزه تعرف اللي ده اوميجا بتاعت الاكسسوار اللي هي بتاعت الشاسيه بتاع السقف المعلق، دي اوميجا اللي هي الخفيفه، في نوع خفيف من الدين خفيف عامل 12 جنيه. تمام ماشي، عامل 12 جنيه. نيجي نخش بعد كده على السهات الجسور، اللي هي الجسور او السهات او النعم 38. في نوع خفيف برضو ب 9 جنيه. تمام. وفي نوع ب 10 جنيه. تمام. اللي هو المحمل. تمام. نيجي نخش بعد كده على الزاويه. في زاويه 35 اللي هي المحمله. تمام. وسط يعني. ده برضو من الحاجات الممتازه، انتاج شركه جيره، من الحاجات الممتازه. انا بشتغل في شركه جيره وبشتغل في بدوي من الصيغ الثاني. ده عامله الزاويه دي عامله 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص. طبعا انت حاطط الفيديو في ثالث اليوم. تمام. تمام. نيجي بعد كده على الزاويه اللي هي الخفيفه. تمام. اه ماشي. الزاويه اللي هي الخفيفه عامله 6 جنيه ونص. تمام. تمام. بعد كده اطلع على الاوميجا، دي اوميجا ايه بدوي. تمام. انا قلت لكم شغال في بدوي وفي جيره، عامله 13 جنيه. تمام. تمام. فرق بين دي 13 والثانيه كام؟ والثانيه 12. والثانيه 12. والاثنين يعتبر جودتهم عاليه برضه. الاثنين اعلى حاجه يعني. اعلى حاجه في السوق اللي هو جيره وبدوي. تمام. وفي طبعا جولدن ميتال والكلام ده، بس دي اعلى واعلى، فاحنا ماشيين الوضع على طول. الخامات دي في الوقت الحالي شغاله. تمام. ما تقولش لا. بعد كده بنخش على الزاويه اللي هي الاربعه من عشره اللي هي الاعلى بتاعت بدو بقى الاعلى. تمام. بتعمل 8 جنيه. يعم. ونخش على كده الاوميجا اللي هي الاربعه من عشره اعلى من 35 جنيه، بتعمل 15 جنيه. حاجه المشاريع اللي هي الثقيله. اه المشاريع اللي هي الثقيله. بعد كده بنخش على السيه او الناعم 38 او الجسور، بيعمل 11 جنيه، ده الاربعه من عشره كما الاعلى. في 5 من 10 برضو احنا شغالين فيها بس في العاصمة الإدارية. الفرع ده في المنصورة، الفرع الثاني في العاصمة الإدارية. رايحين جنب الكنيسة مباشرة. ماشي، أي حد عايز يسأل فينا أو واخد شغله في العاصمة الإدارية. هنحط العنوان في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بالظبط. تمام. تمام. في اللي هي الصاج بقى 5 من 10 اللي هو شغل كنوف. الصاج بتاع الكنوف. سيستم كنوف كله. والجبس برضو بتاع الكنوف. تمام. ده المواصفات اللي بتاع العاصمة الإدارية. وانا هنا شغال برضه في المنصوره في السعودي، جبس السعودي وفي جبس كنوف. تمام. عشان كده ماشي. عندنا هنا الناعم والخشن اللي هي ال 45 اللي هو المحمل ده بتاع الحوائط. نعم. برتشانات. تمام. تمام. دي شغالين فيه برضه، بيعمل ال 45 محمله، بيعمل 28. تمام. الناعم ده بيعمل 28 جنيه. اه 7 سنتي. تمام. ناعم 7 سنتي اهو. نعم. ماشي. تمام. تمام. وعندك ده الخشن بتاعه برضه 7 سنتي بيعمل 30 جنيه. تمام. نيجي بعد كده برضه الخشن 5 سنتي بيعمل 28 جنيه. تمام. ماشي. الناعم 5 سنتي بيعمل 23 جنيه. تمام. هو الفرق بين الناعم اللي هو 7 سنتي وال 5 سنتي اللي هو وقت اللي هو التخانه، التخانه لما تكون عايز تعمل جدار اللي يكون عريض شويه هيفرق معاك، ال 7 سم هتديك حوالي 10 سم في الجدار بعد تركيب الجبسون بورد من الجنبين. تمام. وال 5 سم هيديك تقريبا 8 سم بعد تركيب الجبسون بورد من الجنبين. تمام. تمام. ماشي. بعد كده نخش على الاتياش. الكيش اللي هو بيستخدم في الشيالات بتاعت السقف. بتاعت الاسقف اللي هي البلاطه اللي هي بلاطه 60. لا لا الاثنين، هو شغال مع البلاطه 60 بس شغال اصلا في بالنسبه للجبسون بورد. تمام. تمام. الواحد يعني. الواحد ده عامل ب 7 جنيه اللي هو طوله 2 متر. اه طوله 2 متر. تمام. وخامه مستورده ممتازه جدا جدا جدا. تمام. تمام. وعندنا بقى طبعا هنا المسامير، مسامير باتا. تمام. بالك العلبه هي مسامير باتا هي. تمام. دي المسامير اللي هي سن صاج، في منها مقاسين اللي احنا بنشتغل بيهم. اه ده اللي هو المقاس الكبير
لا ده ال 25 ده 2.5 ماشي، والثاني برضه 3.5 بس انا بتكلم على جوده المسمار معروفه اصلا عند الصناعيه وعند التجار. باتا افضل انواع المسمار دي العلبه ال 1000 ماشي بتعمل 55 جنيه تمام. وعندين هنا الشاش طبعا اللي هو الشاش فالكون اجيبه لكم اهو، والميتال فالكون انا بشتغل في الحاجات الممتازه فالكون ميتال فالكون ده من الحاجات اللي بكره 30 متر بتعمل لها 80 جنيه تمام ماشي. في انواع تانية اقل من كده يعني بس انا بكلموا عليه. اللي عندنا الفشر بقى ايه العلب دي الاكياس، الكيس فيه 100 حبه 100 حبه بيعمل 3 جنيه. والكيس الكبير والكيس الكبير هو نفس بتاع هو فيه 1000 برضه بيعمل 30 جنيه نفس الخامه بقى، بس ده له راس يعني كده رياضه شويه الصناعه هو بيبقى احسن يعني في التركيب وده من غير راس من غير راس ماشي. ده بالنسبه لها ده بالنسبه للبلاط هون برضه صور البلاطه دي بلاط كرامه ديتاي انا شغال في البلاط الديتاي. البلاط ده اسعاره ايه بقى؟ البلاط ده في السعر الحالي عامل 30 جنيه 30 جنيه اللي سعره اللي هي القطعه ولا المتر؟ لا المتر المتر ب 30 جنيه تمام. ما بتتدرب المتر يعملوا ثلاث المتر المتر بلاط ولا بالاكسسوار؟ لا ده انا بتكلم على البلاط بس 30 جنيه يو. الاكسسوار اللي عندي اتفضل الاكسسوار اللي عندي تركي تمام برومينا عايز تقرب عليه تمام برومينا التركي بيعمل 25 جنيه ده قطعه منه معروف عند الصناعيه يعني. وده الشاشة اللي قلت لكم عليه اللي هو الفالكون برضه تمام ماشي. شاشة الرجل بيعمل 30 جنيه تمام تمام. وهنا برضه في اللي هي الخامات المستخدمة هنا بقى ايه يعتبر لوحة فيها جميع الخامات اللي هي تخطر على بال اي صنايعي تمام. ده اللي هي الـ ده الاوميجا والجسور والسهاد والجسور وده الزاويه ودي اسمها كورنان بيد زاويه كورنان بيد اللي هي بتعمل اللي حواف بتديها حرف مستقيم اللي هي بتتركب للبرطشانات او الكلام ده او بيت النور تمام. وده انواع الجبس اللي هو الكنوف انا شغال في الكنوف وفي السعودي يعني. الكنوف اللي هو الابيض عامل كام؟ الابيض عامل 100 جنيه والاخضر عامل 140 والاحمر 140. الابيض دوت الاستخدامات اللي هي الشقه عموما والاخضر الاستخدامات اللي هي الرطوبه يعني الحمامات الحمامات. الاحمر ده للمطابخ للحراري شقه في الاخر دور او المطابخ الكلام ده تمام. وحاجه اسمها شادو جاد تمام دي زاويه اسمها شادو تمام. شادو جاد من الحاجات اللي هي معروفه عندي بتتسيب فراغ 2 سم جنب الحيطه يعني الناس عارفينها يعني تمام. وده الساق ده صوره تمام. الساق اللي هو ايه اللي هو البيكو اللي هو ساق بدوي تمام. ده البلاط الساق ده البلاط الساق الخمسة من عشر خلاص تمام تمام. ده كل الحاجات. وعندنا طبعا عدة لو حد عايز يشتري عدة في عندنا جميع انواع العدد ماشي اللي هو البونات والاي بي تي والمتر والمنشار. طب ادينا اسعار مثلا حاجات بسيطة منها كده يعني بالنسبة للمتر ده عامل 15 جنيه جميل ماشي. متر نضيف جدا اللي هو المتر اللي هو مقاس 5 متر 5 متر ماشي. وعندك الكتر ده ب 15 جنيه تمام. في كتر ب 20 جنيه وعندك البنط بنطه ب 8 جنيه بنط 6 الموجوده 6 بنط 6 للاستخدامات تمام تمام. وعندنا والمنشار عندنا المنشار ده منشار الجبسون بورد هو صراحه كويس جدا انا واخد المنشار وشغال بيه احسن من المنشار اللي هو العادي ب 35 جنيه حلو جدا 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 تمام. منشار صور كده 10 على 10 يعني. وعندك هنا المعجونه الممتازه اللي احنا شغالين بيها تمام. الشكر عامله كام اللي هي الموجوده؟ الشكر عامله 55 جنيه وده ده السلك بتاع السقف المعلق بتاع البلاطات تمام تمام. ده السلك عامل 25 جنيه بالوزن يعني بالوزن هو يعتبر كيلو. كيلو صح؟ لا دي 3 كيلو ده 3 كيلو بنوزن 3 كيلو وبنوزل كيلو فالكيلو ب 25 جنيه خلاص تمام. ده السلك اللي هو ايه الرفيع اللي هو الممتاز للسلك تخين بتتنى معاك كويس جدا وبيوفر معاك تمام. كل ما الساق السلك بيكون اخف بيزيد عدد اللفات بتاعته خلاص تمام. طب دلوقتي المسمار اللي هو ال 25 اللي هو العاده بقى للعلبه الكيلو مسمار اللي هو سن صاج اللي هو 25 بس كيلو الثانيه كانت باتا
اللي هي الألف مسمار يعني كيلو وربع. ده سعره كم؟ ده 35 جنيه. 35 جنيه. في منها نفس الماركة اللي هي 35؟ في 35 بتاعها. عدة دي 35 برضو بتاعت عاملة كم سعرها دي؟ نفس السعر كيلو كيلو. يعني ده كيلو ده كيلو وده كيلو. تمام. وعندنا الجنش. خلاص يا جماعة دلوقتي اللي يعوز أي حاجة أو يعوز يستفسر عن الأسعار الباشمهندس حسام معانا هوت ورقمه. تمام 0100 4343611. تمام 0100 4343611. التليفون ده برضو متاح للمنصورة ومتاح للعاصمة. خلاص تمام. يعني شغل العاصمة برضو على رقم التليفون ده. هنحط العنوان في صندوق الوصف والتليفون. اي استفسار اي مشاريع عايز تعملها عايز تسال على رسومات هندسيه الباشمهندس حسام معاك. وبعدين حتى كمان لو عايز حد عايز توريدات شغل في التجمع الخامس برضه احنا اي منطقه داخل مصر. اي منطقه داخل مصر التجمع الخامس لانه قريبه من العاصمه الاداريه. فقريبه لينا بنقدر نعمل شغل هناك. تجمعات عموما او في اكتوبر اي مكان احنا ومعانا طقم للتركيبات. خلاص لو حد عايز خامات احنا بنورد وفي قسم عندنا توريد وتركيب. يعني اي مهندس عايز يعمل شقته او يعمل مول او الكلام ده احنا برضو عندنا قسم تركيبات بنركب الخامات اللي هي الممتازه النظيفه جيره او بدوي. تمام. اتنين شغالين بيهم يعني. بالنسبه للعاصمه الاداريه كلها 5/10 واحنا شغالين برضو بيها في هناك حسب المواصفات المطلوبه هناك. حسب المواصفات المطلوبه هناك كله 5/10. تمام. وتنوف تسلم يا باشمهندس. ماشي. والتليفون قلت لكم عليه ده اقوله ثاني 0100 4343611. دي شغال بالعاصمة الإدارية برضو وشغال هنا في المنصورة. تسلم يا باشمهندس. بإذن الله نشوف مشروعات من اللي حضرتك بتنفذها عشان الناس تعرف الشغل عامل إزاي واللي عاوز يعمل حاجة يتواصل مع حضرتك. أنا شغال دلوقتي في العاصمة الإدارية في الرقابة الإدارية. تمام. ومجمع البنوك. تمام. شغال في الاتنين هناك. خلاص ماشي. ماشي تحت أمرك.